حاجة إن لازم الناس تفهم حاجة إحنا بنعتبرها عندنا عقيدة، إن لا يوجد أي منظومة في الدنيا إلا لو كانت المنظومة الإلهية لا يوجد لها نقاط ضعف ونقاط اختراق، ولا يوجد أي تقنية في الدنيا لا يوجد لها تقنيات مضادة. فعشان كده أنا دلوقتي لما بتكلم مثلا في حاجات حديثة أو عشان كذا، إحنا في طبقة تانية فاعلة ممكن غير ظاهرة للناس بتشتغل بس بإمكانيات ضيقة جدا في التقنيات المضادة. إحنا عايزين بقى نعلي، إحنا عندنا يا جماعة على قد سوء التعليم في مصر وعلى قد الاختراق اللي حصل في مصر، إحنا عندنا أحسن عقول، إحنا فعلا عندنا أحسن عقول، يعني فعلا عندنا طيب. أحسن بس عشان تبقى في الإجابة بس عشان تقولت الإجابة في الكلمة وعشان الأستاذ هشام بس أستاذ هشام اللي بيتكلم، إحنا الكلام اللي بيحدث ده جزء من كلام كتير تاني اللي هو النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد اللي هو مرتبط بنهاية العالم، يعني لو إحنا الأديان كلها عرفته بنهاية العالم، واللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه إحنا في فتنة كبرى، بعد الفتنة الكبرى هتيجي بقى الحدوتة الكبيرة دي كلها، وقال المسيح الدجال اللي إحنا بنقول المسيح الدجال هم بيقولوا عليه ملك العالم اللي هينزل، يعني هي دي الحدوتة. فعندما نكون إحنا داخلين على الفتنة الكبرى هيبقى كل حاجة شر، ما فيش حاجة خير، يعني هم لو فكروا يعملوا أي حاجة هتبقى الشر، لأن هم عايزين العالم كله يبقى مليار. ده في الإطار، يعني أرجو نكون الرسالة وضحت في هذا الإطار. في مين يا جمال؟ أستاذ محمد، تفضل استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا على استضافتك للدكتوره مايا صبحي، وانا كنت عملت مداخله مع حضرتك من يومين، وكنت علقت على الحلقه بتاعه الخميس 15/11، وقلت لحضرتك على الحاجات على فكره هي ذكرت حاجه جميله جدا انا شفتها او جبتها بمعجزه جامده جدا، يعني اللي هي علي صوتك شويه او علي لنا الصوت شويه يا اخوانا هنا. اتفضل استاذ محمد اتفضل. اللي هي الافلام الوثائقيه الحكومه الخفيه التي تحكم العالم. يمكن الدكتوره مايا اكيد طبعا عارفه انا بتكلم في ايه بالتحديد يعني. حضرتك طبعا يعني احنا بنشكر ضيفه حضرتك، وطبعا كان من شويه كده في جماعه في التحرير طبعا خدوا الخيم بتاعتهم وراحوا عند قصر الاتحاديه على اساس انهم هيعتصموا هناك. يعني انا حبيت بس اقول لحضرتك المعلومه ديت. اما بالنسبه للدكتوره مايا، احنا بنستاذن بس حضرتك في ان هي تكلمنا عن هارب دوت. احنا عايزين يعني نعرف الموضوع ده بتفاصيله. يعني ما هو الموضوع الحكايه، انت عارف طبعا في كتلفزيون ومساحه حلقه وكلام موضوع كده، فاحنا عايزين بس الاول نقعد انا والدكتوره مايا الاول نتفق ازاي احنا نفصص الحاجات دي كلها عشان نبقى عشان الحكايه ما توش مننا. احنا عندنا معلومات كتيره جدا وكلها كلها عشان تتكلم في معلومه لازم تتكلم على الثانيه في المساء، وبالنسبه لينا كلها حاجات جديده علينا. طب هقول لحضرتك حاجه برضو. طب عشان استاذ محمد ده في حاجه ثانيه يا استاذ محمد. هو بس ده اللي انا كنت عايز اقوله فيه. لا ما احنا ان شاء الله هتبقى معانا هي كل اسبوع ان شاء الله، يعني يا ريت يا استاذ ابراهيم. لغايه يعني انا مع إن شاء يعني تخيل حضرتك يعني ربنا ان شاء الله ان شاء الله بصراحه يعني احنا بنستفاد منها جامد يعني. ماشي يا استاذ محمد شكرا. طيب بس عشان ترد عشان في تليفون بس يعني. يعني شكرا طبعا للاستاذ ابراهيم. انا يعني استاذ محمد انا بالصدفه معايا يعني في فيديو ملخص لو انا عايز اتكلم عن هارب شويه. انا مش عارفه المساحه اللي فاضله قد ايه، لان في موضوعين عايز اتكلم فيهم. يعني انت فتحت الموضوع الأقمار ودخلنا في حواديت كتير. طب نشوف استاذ يعني محمد بقى الاسكندريه وبعدين ايه نتكلم بقى في الموضوع ده. اي استاذ محمد. استاذ عبد الله. استاذ عبد الله من الشرقيه. استاذ عبد الله. استاذ ابراهيم ازيك يا استاذ عبد الله؟ اكرمك يا فندم. انا بشكر حضرتك والله على اللقاء الجميل دوت وعلى استضافتك للدكتوره، بس كنت حضرتك بدي اسالها بس معلي حسك والنبي علمنا الصوت يا جماعه هنا. بدي اسالها بس الوقايه من اللي هو الكوموتريل دوت او المصل ايه هو اللي نعرفه يعني حضرتك؟ بس شكرا كده على حاضر. شكرا. الوقايه من اللي هو مغرقنا ده كله، الوقايه من الكيموتريل ده ايه؟ هو بصراحه الكيمترول كان الكيمترول التقليدي يعني اتعملت له ثلاث تقنيات. التقنيات دي على فكره تبع الجهات العسكريه، فانا غير متاح ان اتكلم عنها، ان اتعملت له ثلاث تقنيات بس اللي هو الكيمترول التقليدي اللي هو اللي خلينا كان نعتبر انه تقليدي عشان لا اللي هو اللي كان اللي هو ابسط انواع الكيمترول اللي هو المعتمد على الاكاسيد الالومنيوم واكاسيد الباريوم. ده اتعمل له ثلاث تقنيات بس لازم يعني ما تستخدمش الا انك انت تحمي منطقه محدوده مش على نطاق واسع. تحمي حضرتك تحمي بس ده
الكيموتريل اللي هو بقى البدايات اللي هي القديمه قوي اللي هو الاساسي انما بقى بعد دخول اللي هو ال كمان قبل النانو اللي هي الجراثيم النشطه او الميكروبات اللي هي في حاله نشاط اللي هي مصنعه اوريدي في المختبرات دي انا يعني في حدود علمي لا اعلم يعني انا لا اعلم بتقنيات مضاده ليها. تاني حاجه بقى الكارثه الجديده اللي هي بتاعه جسيمات النينو دي احنا محتاجين نشتغل فيها لان دي كارثه كارثه بكل مكان. طب احنا سيبك من نشتغل يعني دلوقتي مفيش حاجه هما طبعا موضوع الماجنتيك فيلد ممكن له علاجات لكن له علاجات بالنسبه انك تحصن ودي يعني بتاخد تكلفه جامده جدا ممكن تحصن مثلا منطقه محدوده يعني برضو على فكره بقدر امكان مش صدقي بالله انا لازم النهارده انا كبلد كمصر بقى وشعب وعايز احمي شعب وانا ما اعرف النهارده طياره وانا لو انا ضربت مره طياره بصاروخ والله ان شاء الله مالهم كلهم انما انا النهارده واحنا مزرعه تجارب ده احنا هن على نفسنا وهن على الدنيا وهن هو ايه الهدف ان احنا يعني عايز اقول على حاجه ايه الهدف ان احنا بنناقش الحاجات دي مش عشان نقول للناس هنقول طب الناس السؤال المنطقي اللي قاله الاخ عبد الله طب نعمل ايه بالظبط احنا ليه يعني انا عايزه افهم الناس بطريقه مبسطه احنا ليه بنسير المواضيع دي في البرنامج مش عشان اقعد اقول للناس خد وخاف وبتاع وانت بيتعمل فيك وبيتعمل فيك يعني مش ده الهدف. الهدف ان اول حاجه ان المعرفه اول سبل المقاومه يعني حضرتك مثلا يعني ليك تاريخ عسكري معروف وعارف ان حتى في الحرب ان المعرفه والمعلومات والقدره على جمع المعلومات تمثل 60% من الحرب. فالمعرفه اول سبل المقاومه. احنا عايزين نحس الباحثين اللي احنا عندنا البلد فيها ناس على فكره يعني الاحباط اللي جاي للشباب اللي في البلد الـ 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 الانهزام النفسي حالات الانهزام النفسي اللي جاي احنا عندنا ناس من احسن العقول عندنا اكبر كم في العالم واخد شهادات دكتوراه واخد كذا وعامل كتب علميه ودارس ومخه زي يعني للاسف يعني سوري معلش ان انا اقولها ببلدي الناس هنا في الداخل بتعمل بطريقه اللي هي المثل البلدي بتاع الشطره تغزل برجل حمار احنا ما عندناش امكانيات معامل يعني تيجي واحد على مليون من المعامل الخارجيه ما عندناش ناس تحترم العقلية اللي بتفكر وتحترم أبحاثها. في عندنا تجارة كاملة في الجامعات المصرية ومع احترام الجميع ده موضوع لازم يثار. من أكبر الفساد اللي هو أكبر فساد من فسادات الأنظمة الحاكمة هو الفساد اللي بيتم داخل الجامعات. أنت عندك تجارة كاملة داخل الجامعات عندك تجارة للعقول عندك تجارة لسلب الأشخاص وسلب فكر الحد وسلب مجهوده العلمي أسوأ وأضل سبيلا من سلب أمواله ومن سرقة البلد ماليا. سلب العقول وسلب المجهود الشخصي بتاع الناس افظع من سلب النقود. انت عندك احسن ناس علماء لو اتحت لهم منظومه احنا محتاجين منظومه ومحتاجين ان احنا ناخد الناس اللي عندها حالات انهزاميه اللي حصلت اللي حست نتيجه للاسلوب اللي ماشي بفشل في حياتها لما تستقطب في الخارج ولما تستقطب في الخارج يعني هم على فكره عندهم في الخارج لما يستقطبوا العلماء النوابغ ويعيدوا برمجتهم بحيث ان انت تبقى مرسخ للبلد اللي انت بتشتغل فيه لما يقضوا عليك داخليا. احنا عايزين البلد تساعد طيب. ان هي تعمل منظومه طيب. تجمع فيها الناس أنا أنا أنا, انا 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 بعتقد يعني عايزين نشتغل على التقنيات طيب. المضاده احنا طيب. عايزين نشتغل كيمتريل ده غاز اما بينزل بيدن بالصوره الغازيه بتاعته ولا يعني بينزل على الارض اكيد هو بينزل ينتشر احنا شفناه هو بيبقى ايه مضغوط وبعدين بيقوم مثلا ماشي زي الخطوط هو من حكمة ربنا انه ممكن يمشي وممكن تأثيره يعني الهواء بيشيله ممكن ربنا هو برضو بيسطر ممكن بيبتدي بقى ينزل على المنطقة هو برضو ممكن لما بيجي احنا عندنا برضو يعني يمكن هقول لك ايه يمكن المداري اللي طالعه دي يمكن يكون بتموت يعني هم عاملين كيمتريل فالمداري بتموته اصلا تموت كيمتريل ممكن انا يعني هقول لك ايه